ورحمة الله وبركاته. أنا هبدأ أستعرض معاكم النهاردة طقم الكارورا الأنتيك، الكاس الصغير. طبعا الكاس لو جينا نشوفه حجمه صغير قدامنا في الصورة اهو، ده يعتبر طقم أنتيك، بنحطه كزينة في النيشة أو في الدولاب الفضيات. 90% من العرايس بيجيب من بين الطقم ده طقم واتنين وتلاتة كمان، لأن دولاب الفضيات لازم منه الطقم ده او النشا. طقم رقيق جدا وسعره حنين جدا للجميع، مش غالي. وجينا نشوف هنا بريق الكاس بيلمع، وهاي كوبي من الكريستال الاصلي. طبعا الكريستال الطقم ده لا يقل عن 1100 جنيه لو الاصلي اقل شيء. وطبعا الكريستال برضو انواع، اللي هو البوهيمي ده التقليد بتاعه، اخد نفس درجة اللمعان ونفس الشكل، الشكل خطير. لو جينا نشوف حجم قدامنا، الحجم قدامنا اهو على الطبيعة خالص. الكاس قلنا الصغير والقارورة قدامنا اهي. انا قلت استعرضه لكم فيديو عشان تقدروا تحكموا عليه برضو. ده الغطاء بتاع القارورة قدامنا اهي. طبعا هو بيتكون من القارورة وستة كاس انتيك قدامنا اهو. واتمنى بس يكون نوعا ما قدرت ان انا اوصل لكم معلومه بشكله على الطبيعه. قدامنا تصوير اهو من بعيد بحيث تقدروا تحكموا عليه اكتر. الطقم ده على فكره الواقع كمان احلى من التصوير، لان التصوير مهما يكون برضو ظلمه. درجه لمعانه بتبرق اهي، تمام. شيل كده كاس اتنين تالت عشان اقدر نوعا ما استعرض القارورة. قدامنا القارورة بتاعتنا اهي، النقشة بتاعتها، تمام. الطقم ده في منتهى الرقة، قلنا اسمه طقم قارورة الانتيك، يتكون من ستة كاس صغير والقارورة قدامنا اهو. وده طبعا على الواقع عشان تكونوا شايفين كل حاجة بعينيكوا وتقدروا تتحكموا في الشكل. وده طبعا تصويره كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.